صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشنا جدا ورجعت لكم النهارده فيديو جديد. والابلكيشن اللي موجود معانا النهارده هو ريفو ان انستولر موبايل برو، البرنامج المتخصص في ازاله البرامج من جذورها. وايوه زي ما سمعت كده، ابلكيشن ريفو ان انستولر موبايل برو هو النسخه الموبايل للابلكيشن او للبرنامج اللي موجود على الكمبيوتر قبل كده، ونفس الوظيفه تقريبا بيعمل ديليت او مسح كامل لاي برنامج من جذوره. ودي طبعا اول حاجه بتوفر لك مساحه في الموبايل، بحيث ان لو الموبايل عندك المساحه بتاعته ممتلئه على اخر، الابلكيشن ده مع حذف البرنامج من جذوره نهائيا بتقل معاك مساحه الموبايل. وتاني حاجه، البرنامج ده بيقدر انه يساعدك فيها انه بيعزف لك البرنامج من جذوره، فبالتالي المشاكل بتقل، بمعنى ان اي ابلكيشن بيتثبت على التليفون بيسيب ملفات ومجلدات وراه، ولما تيجي تعمل مسح للبرنامج ده من التليفون نفسه البرنامج بس اللي بيتمسح، ولكن المجلدات بتفضل زي ما هي. فبالتالي لو في اي مشكله قبل كده موجوده على الابلكيشن ده، مع تسطيب البرنامج مره ثانيه بتفضل المشكله زي ما هي، ولكن مع ريفو ان انستولر بيحذف لك كل المجلدات واي بواقي للبرنامج ده. فبالتالي لما تثبت البرنامج من جديد او الابلكيشن اللي انت هتثبته من جديد بتتحل معاك المشكله اللي كانت موجوده قبل كده. وبعد ما تثبت التطبيق اللي هسيب لك اللينك بتاعه موجود في الوصف بتاع الفيديو ده، هتبدا ان انت تفتحه بطريقه عاديه جدا. وبعد ما يفتح معاك التطبيق هتلاقيه مقسم لك التطبيقات اللي مثبته عندك على التليفون من تطبيقات نظام او تطبيقات انت مثبتها بنفسك تقسيمه معينه. ولو دوست على الثلاث نقط اللي موجودين فوق او الثلاث شرط اللي موجودين فوق على حسب لغه التليفون عندك، سواء على اليمين او على الشمال على حسب لغه التليفون، هتلاقي اول حاجه موجوده عندك وهي نسخ احتياطي للتطبيقات. والميزه دي تقريبا لحد دلوقتي قيد التطوير، لان انا ما وصلتش هي بتعمل ايه بالظبط، ولكن مع الشرح اللي موجود تحت البرنامج في جوجل بلاي، الميزه دي بكل بساطه بتعمل لك نسخ احتياطي للابلكيشنز اللي موجوده عندك بالداتا بتاعتها. يعني ايه بالبيانات بتاعتها؟ يعني بكل بساطه مثلا انت عندك الواتساب، مع الوقت انت حابب ان انت تعمل فورمات للتليفون بتاعك ولكن قلقان على الرسائل بتاعتك. انا عارف ان كل الرسائل وكل الداتا بتاعت الواتساب بتروح على الجيميل، ولكن نفترض انك عايز تنقل الحاجه دي لتليفون تاني وانت مش معاك الجيميل مثلا، فبالتالي البرنامج ده بياخد لك نسخه احتياطيه من البيانات بتاعت الواتساب، وبتبدا ان انت تعمل لها ريستور او استعاده مره ثانيه بعد فورمات التليفون او بعد فتح الابلكيشن ده على التليفون الجديد، فبالتالي كل البيانات بتنزل معاك مره ثانيه. بس طبعا لسه الطريقه دي قيد التطوير تقريبا وما اشتغلتش لحد دلوقتي بكامل كفاءتها، فبالتالي ما انصحكش ان انت تعتمد عليها. والحاجه اللي بعد كده وهي تطبيقات المستخدم، ودي الابلكيشن اللي انت مثبتها بنفسك على التليفون. والحاجه اللي بعدها وهي تطبيقات النظام، ودي الابلكيشنز اللي نازله مع السوفت وير عندك، سواء كنت بتستخدم اي تليفون بتبقى فيه تطبيقات معينه ومن ضمنها تطبيقات خدمات جوجل بتبقى نازله مع السوفت وير نفسه. والحاجه اللي بعد كده وهي التطبيقات الغير مثبته او ملفات الاي بي كي اللي موجوده عندك على التليفون، سواء على التليفون نفسه او على الكارت، يعني التطبيقات اللي انت اصلا لسه ما ثبتهاش. والاختيار اللي بعد كده هو افضل التطبيقات، ودي تقسيمه لبعض الابلكيشنز اللي موجوده عندك في التليفون، تقسيمه اربع تقسيمات بالظبط تقريبا. اول حاجه وهي التطبيقات الاكبر حجما اللي هي الالعاب مثلا او الابلكيشنز اللي واخده مساحه كبيره زي التليجرام او الواتساب بالداتا بتاعتها، وبعد كده التطبيقات الحديثه او التطبيقات الاحدث اللي انت لسه مثبتها على التليفون تقريبا من 10 15 يوم قبل كده او مثبتها اخر حاجه، والتطبيقات الاقدم ودي التطبيقات اللي موجوده عندك قبل كده ومتثبته تقريبا من بدايه تثبيت السوفت وير او فتح التليفون لاول مره، ودي تقريبا بتبقى تطبيقات النظام. والحاجه اللي بعد كده او الاختيار اللي بعد كده وهو الماركات، ولو دخلت جوه الماركات هتلاقي جواها تقسيمه لابلكيشنز ثانيه، تطبيقات الاندرويد، تطبيقات جوجل، وتطبيقات خاصه بالواجهه اللي انت بتستخدمها. ومن اهم المميزات اللي موجوده عندك في الابلكيشن ده وانه داعم للعديد من اللغات ومن ضمنها اللغه العربيه. وتاني ميزه ان الابلكيشن ده بيدعم وضع الدارك مود عندك في التليفون، ولو انت بتستخدم موبايل زي شاومي مثلا فهو بيطبق الدارك مود كده كده على الابلكيشنز. وكمان من مميزات البرنامج ده انك تقدر تعمل ديليت او ان انستول لاكتر من برنامج في وقت واحد، مش معناه ان انت تدخل على كل برنامج وتعمل له ان انستول او الغاء التثبيت لوحدك، لا، ده انت ممكن تحدد اكتر من برنامج 2 3 4 او 5 وتبدا ان انت تعمل لهم ان انستول في وقت واحد. وبعد الانتهاء من الغاء تثبيت اي برنامج انت حددت له ان هو يحذفه، هيبدا بعد الغاء التثبيت انه يعمل بحث عن بقايا الملفات او بقايا المجلدات الخاصه بالابلكيشن ده، فبالتالي بعد الغاء التثبيت سيبه ياخد وقته خالص لحد ما يجيب لك انه انتهى تماما. وفي نهايه الفيديو يا صديقي، لو استفدت من الفيديو ده اتمنى دعوتك معايا للقناه بلايك وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، وزور مدونه وجروب الصفحه على فيسبوك. ولو عندك مشكله تقدر تتواصل معانا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى على تعليقات فيديوهات التيك توك، وممكن كمان تتواصل معانا على صفحه الفيسبوك من الساعه 1 الظهر لحد 7 المغرب تقريبا كل يوم الا يوم الجمعه. وبس كده.